نحكي على اصحاب، على غدر الاصحاب. به تغدرت ولا تغدرت برشا من الاصحاب؟ تغدرت برشا من الاصحاب. ثم شكون اللي غدرني في اقرب الناس ليا؟ غدرتني مرتي. مرتك؟ اي مرتي. كيف يعني؟ خذيتها بنت 14 سنة، حبيتها وحبيت. 14 سنة؟ اي 14 سنة. عم قديش هذا؟ عام 2002 خذيتها بالضمان، يعني ضمن فيها ابوها وامها باش انا كتبت الصداق. باهي خويا خذيتها، عشت معاها 13 سنة. 13 سنة يعني هنا مش حبيتها برك، يعني عملت معاها كل شيء، حبيتها واللي موجود الكل حطيته فيها وكها. عطيتها من وقتك، عطيتها من مالك، عطيتها من صحتك، عطيتها من كل شيء، من اللي عندي كل، عطيتها من اللي عندي كل. لفنت كونت من الاخر يعني جيت مع امها وخيرت امها لي انا، في انا خيرتها على امها وخيرتها على امي وخيرتها على دارنا الكل، فهمتني؟ يعني هنا حبيتها لي انا، حبيتها لروحي. اخذيتها صغيره، ربيتها على يدي، عاشت معي 13 سنة. يعني كي كبرت وعرفت الدنيا وعرفت الحكايات، ولت تعرف كل شيء، ولت تعرف سنترفيل، ولت تعرف القاوي، ولت تعرف كذا. بعد هذا الكل فهمني كيتتني انا على جنب، ولا تتصرف هي وحدها، يعني تمشي القاوي مع امها، يعني تعمل في برشا حاجات زايده. الغدره خويا خي خنتك؟ لا محمد، لا ما خنتنيش، ما توصلش تخوني وهي معايا، ما تنجمش تخوني، خاطريت شنو تحل السباله متاع لابابويا هبط لها امير، يعني منين تمشي تقاني. انا ولد الملاسين، يعني انا هنا معروف في تونس الكل، حتى اللي ما يعرفنيش راه معدي معايا حابس، يعني هنا معروف برشا. من الاخر امها كرت عليها طلقت راجلها وتو. علاش طلقتك؟ زعما انت مش تصرف عليها ولا علاش طلقتك؟ قالت تدخل الحبس عليه؟ والله لا، انا كي عرست بها من لا شديت حبس لا عديت حبس لا، يعني ما عنديش حبس جمل. بعد ما عرست بها وليت نشد في الحبس، ولي بعد يعني بعد الطلاق وليت نشد في الحبس ودخلت حياتي في حيط، فهمت؟ قلت دخلت حياتي في حيط، دخلت الحبس قلت لي برشا مرات، مش مره ولا اثنين، علاش؟ ايه دخلت الحبس خاطرني انا واحد من الناس، يعني مش كيما العباد العادي، يعني ما نعديش، فهمتني؟ مش يعني دخلت كان على العرك ومشاكل، معناتها عرك مشاكل، بيع خمر خلصة كالحكايات كيما هكاك، فهمتني؟ كالمشاكل هكا كيما هكا. وعلاش سامحني في الكلمه، علاش ما خدمتش بالحلال وتبعد على السنين هذه كل وتعمل فلوس كيما عملت رجال الكل؟ مش شرطي نعملوا الاحرام باش نقول واه انا راجل، انا ليه ما ترجو ليه نمشي معناتها حتى نخدم حتى المرمى، نخدم حتى في قهوه ونتعبوا عليها اللقمه. خويا الغالي صعيبه خاطر ترى انا ايديا هيا بلايص المرمى، فهمني؟ يعني نخدم بعمري بالعمر سرقت بشر، واذا كان واحد نحكي في التلفزه فهمني، اذا كان واحد انا نهار وصلت سرقته يجيني يكلمني. خطرنا الحمد لله في دارنا لباس عليهم، مش هكا لباس عليهم كم الفوق، يعني لباس عليهم صفا. ربي خلينا نحكيو شوي على البانديه. باندي كلمه باندي برشا عباد ما يعرفوهاش، يقول لك باندي نضرب الحديد. ليه البانديه متاع قبل كانوا يغيروا على اولاد حومهم، يغيروا على نساء تحومهم، ما يخليش حتى براني يتعدى على طفله بنت حومته ولا ذا ولد حومته، ما يفكوش متاع النساء وما يفكوش متاع اولاد قليل. كانوا باندي يقول لك يعمل مشاكل ديما على اولاد حومته، حتى حبسوا كل اولاد حومته. هذه بانديه متاع قبل. احنا قبل كنا يعني جروب كان نبدو مع بعضنا، فهمتني؟ جروب نبدو مع بعضنا، يعني تعدى مرة كبيرة كذا، هذا دبوز غاز، يعني شكون يسبق لولاني يحمل على دبوز الغاز؟ مستحيل باندي يضرب الحديد. باندي وما شعبي ود الملاسين وتعرف شيء. باندي راهو بونيتو، باندي مش باندي بحديدو. باندي خويا باندي بونيتو، ماهوش باندي بحديدو.
قالوا لي انت اذا كنت شيطان معناتها وعملت مشاكل. كنت شيطان، عملت مشاكل، عملت برشا مشاكل، عملت مي لكن توا سي مو بالصغر هذوك مي لكن توا سي عرست، جبت زوج صغار وعاود طلقت وعاود تعرست يعني. عاود تعرست مره اخرى؟ عاود تعرست مره اخرى وباش نطلق ان شاء الله. باش تطلق؟ اي ان شاء الله. عليه عندوش خويا مادامني مازلت صغير انا بنت الناس لعبه يا اخي. ماهوش بنت الناس لعبه، اذا كان نلقى بنت الحلال نكمل معاها حياتي تفهمني ونفهمها. وين تحط روحك ترقاها لو سامحني في الكلمه، حط روحك في بنت الحلال ترقى كم بنت الحلال. تحب حجامه، تحب حمامه، تحب كذا، وتراك انت جوك مش في السيبون، تحب تولي تحب وتحب وتحب وتحب. المراه مش من حقها تعطيها حمامه. زيد شنو هو زيد ماخو مراه باش تصرف هي على روحها؟ ما خويا تعطيها حق حمامها كما تعمل الرجال الكل. هاي مراه وحق حمامك خويا الغالي، اكيد تعطيها حقها وتعطيها حمامها وتعطيها حجامتها وتعطيها كذا وتعطيها كذا. لكن كي باش تولي اكل 50,000 كل جمعه، باش تولي 50,000 كل جمعه فيها 50,000 حتى مليون حرام فيها 50,000 ولادي ابجل 50,000 ولدي أبجل. إيه 50,000 ولدي أبجل خوي الغالي، ولدي أبجل 50,000 ومصروفي أبجل 50,000. أنا نعطيها نجيب لها قفة خضرة ونجيب لها كذا ونجيب لها خير من اللي نعطيها 50,000. تسمع فيا خوي الغالي، نجيب لها قفة خضرة نفرهدها، نجيب لها قطعتين من الفريب كذا فرادها جوي باهي. باش المرأة ما تخونش راجلها، ما تخزرش عليه حتى رجل آخر، باش لازمه الرجل يعمل بصراحة. حب مرتك تحبها وتحبها يا ودي، مش ما زيزيتهاش راه ما تخونكش، فهمتني؟ وبار أبار سا يلزمك تقف معاها وقفة متاع رجال، تقف معاها وقفة متاع رجال. كم مرضى تقول آه يا راسي، تقول لها أنا بجنبك، تقول اه يا عين، اه يا عيني انا قبلك، فهمتني؟ تعطيها عينيك تي؟ لا ما نعطيهاش عيني. ما تعطيهاش؟ قلت لي نعطيها عيني. لو فرضها مرتك مرضت، لحظه، لو فرضها مرتك مرضت، باهي بعيد الشر عليها، ودارك طبيب قال لك يا خويا المراه راهي باش تموت، عندك كان حل واحد، يا تعرس لها براجل يا تموت. تعرس لها براجل ولا تموت؟ نموت يا ولدي. نموت ولا نعرس لها براجل؟ انت وضع ذي تو نعرس لها براجل؟ انت هذا كلام نعرس لها؟ بيب قال لك هكاك اش تعمل؟ شني؟ يولي زلزال. اسمع كلمة بيب ولا تموت مرتك؟ بانو كالون انا؟ تموت مرتك يا ولدي. خل تموت. يرضيها بالكاف. خل تموت يا اخي واحدة أخرى، من زد الحمد لله يا ربي. زلت الحمد لله يا رب، لا باس، ما زلت نعيش، نزلت يا ربي العمل عليك. وزلت حد يسقيك بالدنيا. ما زلت يا صار فيك ناوي على الثالثة والرابعة والخامسة. وي ما زلت ديما قدام، هذه في الطلاق مازال من بعدها يا ربي العمل عليك. يطبق عليك مثل شعبي يقولوه جدودنا، يقول لك في السيف ختم منقالة وفي الشتاء قصر عدالة. أنت ظاهر فيك هكاك، انت حد الشم تستنى واش في الاخريف تو يا صاحبي. اذا كان تحبني ونحبها، اسمع بيا اخوي الغالي، اذا كان تحبني ونحبها وتهز معايا ظن القفه كما يحكوا فيها، فهمتني؟ راني اخوي الغالي راني باش نعدي معايا بقيت عمري. واذا كانت طلعت ثعلوبه وطلعت تهز وتنفض وتحب 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 يا ربي معاك. ما زلت صغير، ما زلت نجيب ونجيب ونجيب. وانا اذا اقسم بالله يا رجال، اقسم بالله انا راني مشكلتي الوحيده ماهيش مراه ولا كذا، مشكلتي الوحيده انسان يفهمني ونفهم. تو ما تلاقيت مراه تفهمك والله. نعم مش مشكله فيك انت. مرتي لولا يمكن فهمتني مي كي جات امها وكي جات وكي دخل فيها طرف ثالث ما عادش ولينا متفاهمين. ام بسم الله وبالله، ام تحت ساقيها الجنه. اش بيكي فلان لبس عليه وانت لا؟ اش بيه فلانة نديتك فلانة؟ من حقها زاد المراه تصل على راحت بنتها، من حقها تشوف بنتها في اعز عيشه وفي اعز دار، من حقها. لها زوالي ايش بياخذوش من المان؟ ما تاخذوه يا علاش خذينا بعضنا ماله؟
ملمان ما ثمي. علاش ناكل معاك ونعيش معاك في جنير ونعيش معاك وما نعرشني وما نعرشني، ومن بعد في الاخر تولي تحب هي تبع طريق امها. ياي امها طلعت على مرض الله اخوي، ياي امها طلعت على مرض الله. انا مضروب في وجهي، عندي وشمه في يدي، انا ضايق وهالي، انا ضايق وهالي، شعب تونس ضايق هالي. نركب في الكار خويا، نركب في الكار خويا، يدي ما نهبطهاش ماك الحديد، كان هبطت يدي يبدا اللي بجنبي يعملك. انا خويا ما نحملهاش اللغه هذيك، اللي بجنبي يبدا يخزر على جنابه. اللي ننطق انا، حتى اللي ننطق انا يا معلم نقول له شبيك لاباس، خيش عندك باش تسرق، عندك ملايين باش تسرق. ياك باك باين مسكين تضلع، ما دام راك في الكار باين تضلع، باين على مرض الله باش نسرقك انا. علاش عمل لك كيكه؟ خاطرني انا مضروب في وجهي، فهمني؟ كان جيت عندي فراري ولا ما نعرفش شنيا، راني عملت عمليه تجميل وراني جوي احلى جو، وراني توا نكيل في وسط البلاد، فهمني؟ وراني اي فروج نجم نقف فيه نعمل كان نخرج يدي، فهمني؟ ونخزر. ما عندكش الحق تخرج يدك في فروج؟ لا ما عنديش الحق. سامح لدرجه هذه نشوف المظاهر، انسان موش معناتها في صاله. بلادنا هكاك صاحبي، بلادنا نخزر لك انت وجهك سافا ولاباس، وبين هندامك لاباس نرقص لك، بين هندامك مش ولا بد، راني باش نحقرك جمله صاحبي والله العظيم اقسم بالله. لحظه انت شوف اغلبيه القهاوي صاحبي، تدخل انت هندامك مش صفا، القهوه ميكس، قهوه صفا، قهوه باهي، قهوه كذا، باش يقول لك خويا راه الطاوله ذي ريزيرفي، راه ما نعرف شنيا ذي ريزيرفي.